عندي صينيه التوست بالدجاج والبشاميل، عندي صدور دجاج، عيش توست، بصل وتوم وزعتر روزماري، فلفل الوان، فلفل حار، ملح وفلفل، بهارات دجاج، البشاميل طبعا زبده ودقيق وكريمه وجبنه موزاريلا ولبن. نصلي على النبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. نعمل ايه؟ ادي حبه الزيت كلهم المخرج. وانا جيت يمتك مش انت اللي سايق؟ شيل من عند الله. طيب كده حبه الزيت هم. بقول له يا عم الحاج ما تقولش بعك. قال لا 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 انت بتعك. قلت له حاضر انت ادرى مني حبيبي يا رسول الله. طيب قوم بقى ايه يا سيدي، يلا قلبك وقع في ايدي وكده سبكنا او عصجنا او عملنا الفراخ بتاعتنا اهي بالجمال ده. وكده بقى هنشوف هنعمل ايه مع حضراتكم دلوقتي. طيب كده خلاص اختشي. طيب كده مفيش فايدة. هنعمل الصوص بتاعنا. مفيش؟ لا مفيش خلاص. ما هو ده مش علبة كاملة يعني. كده عندي الجبنة الموتزاريلا اهي مع تسيح مع بعضيها كده اهو عشان تدينا طعم حلو. وادي الكريمة اللباني وحداني عيش كده وحداني. ايتنج. حاضر. هناخد حبة صوص في الأرضية كده. الله يا بلادنا الله. بالسيد المخرج والكاست معاه. لا ده في ام الصمت بتاعت شهر شابلي. ماشي ماشي. شفت بقى اللي انا جبته عمل ايه؟ شفت بقيه التوصل؟ ما انا محمد عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.